شارع المتنبي اللي يعتبر الإشعاع الثقافي الوحيد ربما في العراق. فعاليات هذا الأسبوع لم تخلو من المنتديات والمحاضرات وربما حتى إصدارات جديدة. تقريرنا التالي يأخذنا إلى تلك الأجواء، نتابع. تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، احتضنت باحات المركز الثقافي البغدادي عملا مسرحيا وعروضا اقتبست مضامينها من الواقع الذي تعرضت له المرأة منذ فترات متعاقبة. ومن خلال تجسيد مواقف العنف الذي يطال النساء في مجتمعات متعددة، نجد أن صورة المرأة العراقية كانت حاضرة في العرض المسرحي الذي أقامته مجموعة من الشباب والفنانين والمسرحيين بغرض نقل مشاهد حية عن معاناة المرأة وتوعية الرجل بحقوقها. تعالى أنه إحنا راح نعرض عمل مسرحي مجسد من صور واقعية من ضمن المجتمع، النساء تعرضوا إلى مواقف عنيفة ومشاهد عنيفة من ضمن المجتمع. العمل تضمن أنه العنف ضد المرأة بصورة عامة، من ضمنها المشهد الأول هو زواج الخاطرات، المشهد الثاني العنف ضد المرأة بالمنزل والشارع وإلى آخره، أما المشهد الثالث فهو الاغتصاب والإزيديات وداعش. وضمن سياق النشاطات الفنية والبرامج التأهيلية، أقامت كوادر مستشفى الرشاد النفسي وبدعم من دائرة صحة الرصافة معرضاً لنتاجات المرضى الراقدين في المستشفى، تخللته لوحات زيتية ومشغولات يدوية ورسومات زجاجية أبهرت الناظر نحوها. جئنا نحمل رسالة بأن هذا الإنسان الموجود، هذا المريض الموجود داخل المستشفى هو إنسان ممكن إذا توفر له الدعم النفسي والاقتصادي والاجتماعي والإسناد والصحي ممكن أن يعود إلى المجتمع، حيث أن هذه النتاجات تمثل يعني جزء من التأهيل اللي يقوم به المستشفى للمرضى. وليس ببعيد عن الفنون التشكيلية والمواهب الشبابية، حيث تجمهر أعضاء رابطة أوكتراس في حديقة القشلة لتقديم أغاني عربية هادئة للجمهور على أنغام المعزوفات الموسيقية والجيتار. أنا أقدر أغني عراقي، بس إحنا نريد يعني نسوي هالشيء إنه على إحنا أول ناس بالعراق نغني أغاني مصرية أو عمرو دياب تحديداً، وإن شاء الله مستمرين بإذن الله. في المركز البغدادي يلاحظ الزائرون كل ما قدم من فنون تشكيلية ومعارض مسرحية ومهرجانات للكتب كانت بجهود ذاتية فردية، لكن تبقى حاجات تلك المواهب هي احتضان وزارة الثقافة التي ثبت تقصيرها وإغفالها لنتاجات الكفاءات في البلد.